بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي، متابعي قناة حراء التعليمية، إحنا يا ولاد في الفصل الدراسي الثاني في مادتنا الرياضيات. النهاردة إن شاء الله مع بعض هناخد الوحدة الثالثة وهي بعنوان الهندسة والقياس، وبناخد إن شاء الله مع بعض الدرس الرابع فيها وهو المساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيلات والمكعب. النهاردة هناخد المساحة الجانبية والكلية للمكعب، والمرة الجاية هناخد المساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيلات. بص معايا كده سنة ستة، بيقولك هنا عندي اولا المكعب، المجسم اللي قدامك ده للمكعب عايزة اوصفه كده من حيث ليه كم وجه. طيب بيتكون من ايه؟ زي ما انت شايف هو عبارة عن ايه المكعب؟ قالك بيتكون من 6 اوجه. عندك كم وجه؟ 6 اوجه يا ميس، كده زي ما طلعوا قدامي كده في الصورة اللي قدامي، كلها على شكل مربعات متساوية في المساحة اي متطابقة. يبقى انت هنا عندك للمكعب كم وجه؟ 6 اوجه. 6 اوجه كلها مربعات متساوية في المساحة اي متطابقة، وله 12 حرف. يبقى للمكعب 6 اوجه زي ما انت شايف قدامك كده، ولو جينا عدينا احرفه هتلاقيها كم حرف؟ 12 حرف. 12 حرف متساوية في الطول. طيب ليه كم رأس؟ ميس 8 رؤوس. 8 رؤوس. طيب يبقى انت كده للمكعب 6 اوجه و12 حرف و8 رؤوس، واتفقنا ان هو عبارة عن مربعات متساوية في المساحة. طيب لو جينا كده مع بعض، فاكر معايا كانت ايه هي مساحة المربع؟ ميس مساحة المربع كانت بتساوي طول الضلع في نفسه. طول الضلع في نفسه. طيب لو انا عايزة اجيب مساحة الوجه الواحد، يعني مش ده كده وجه في المكعب؟ طيب مساحة الوجه الواحد هو اوجه المكعب على شكل ايه؟ على شكل مربع. طيب يبقى انا لو عايزة اجيب مساحة الوجه الواحد اللي هي تساوي مساحة المربع، يبقى انا هنا عندي لو جيت قلت لك كده عايزة اجيب اول حاجة حجم المكعب، انت عارفه ان هو طول الضلع في نفسه في نفسه. طيب لو جيت رمصت لطول الضلع ده ان هو لام، يبقى لام في لام في لام اللي هي تساوي لام تكعيب يا ميس، احنا واخدناها في الضرب المتكرر. بالظبط كده. طيب لو عايز تجيب مساحة الوجه الواحد، لسه قايلين ان الوجه الواحد على شكل مربع، وانت عارف ان مساحة المربع بتساوي ايه؟ طول الضلع في نفسه، واحنا قلنا طول الضلع هنرمز له بالرمز لام، يبقى لام في لام يعني لام تربيع، بتساوي لام تربيع. طيب لو عايز تجيب محيط الوجه الواحد، احنا اتفقنا ان هو الوجه الواحد على شكل مربع، وايه محيط المربع؟ طول الضلع في 4، وانا رمز لطول الضلع بالرمز لام، يبقى 4 في لام اللي هي تديني 4 لام. يبقى دي كده قوانين مهمة جدا معايا سنة ستة. حجم المكعب بيساوي ايه؟ لام تكعيب اللي هي لام في لام في لام. طب مساحة الوجه الواحد؟ لام تربيع يا ميس اللي هي عبارة عن لام في لام. محيط الوجه الواحد؟ محيط يبقى بيساوي 4 لام. طيب هننتقل بعد كده للمساحة الجانبية للمكعب. بيقولك هنا إذا أحضرنا علبة من الكرتون على شكل مكعب وقمنا بفردها أفقيا كما بالشكل. أنت مثلا لو عندك كرتونة مكعبة الشكل وجيت كده فردتها، هتلاحظ معايا إيه؟ هتلاحظ أن أنت هنا عندك ده أول وجه اللي هو على شكل مربع. طبعا اتفقنا أن كل الأوجه مربعة، هتلاقي أن ده وجه رقم 1، ده وجه رقم 2، ده وجه رقم 3، ده وجه رقم 4. طيب مش المكعب بتاعك بيكون ليه قاعدة صح؟ ايوه يا ميس. دي هنا عندك القاعدة العلوية اللي هي فوق صح، اللي هي الغطاء بتاعك يعتبر، وهنا القاعدة السفلية. طيب يبقى انت هنا عندك كم وجه؟ 4 اوجه وعندك قاعدتين. يا ميس يعني معنى كده ان دول كده 4 اوجه جانبية زائد القاعدتين اللي عندي، وكلهم سواء كان الاوجه او القاعدتين كلهم ايه على شكل مربع. لسه متفقين دلوقتي ان كلها مربعات متساوية في المساحة اي متطابقة. طيب لو جينا عايزة اقول لك كده عايزة احسب المساحة الجانبية للمكعب، يبقى الاوجه رقم 1 و2 و3 و4 هي دي الاوجه الجانبية. طيب المساحة الجانبية للمكعب، يا ميس عشان اجيب المساحة الجانبية للمكعب يبقى انا محتاجة ان انا هجيب ايه مساحة كل وجه من هذه الاوجه الاربعة، واجمع هذه المساحات، وبالتالي كده هيديني المساحة الجانبية للمكعب. يبقى انا الاول هروح اجيب مساحة كل وجه صح؟ طيب يبقى انت هنا عندك
يبقى انت هنا لو عايز تجيب المساحة الجانبية للمكعب هتشوف مساحة الوجه الواحد الاول بكام. انت هنا اتفقنا عندك كام وجه؟ عندي يا ميس 4 أوجه جانبية. او ما تنساش ان انت كان عندك قاعدتين صح؟ طيب يبقى المساحة الجانبية للمكعب هنا مساحة الوجه الواحد مش هو على شكل ايه مربع؟ أيوة. يبقى المساحة هجيبها ازاي؟ يبقى انا كده هجمع مساحة الوجه الواحد، الوجه الاولاني والتاني والتالت والرابع. اذا المساحة الجانبية للمكعب هتساوي لام تربيع زائد لام تربيع زائد لام تربيع زائد لام تربيع، يعني بتساوي 4 لام تربيع. طيب يبقى المساحة الجانبية للمكعب بتساوي مساحة الوجه الواحد في 4. اذا المساحة الجانبية للمكعب بتساوي ايه؟ طول الحرف في نفسه في 4. تمام يا ميس، يعني ممكن اجيبها بمساحة الوجه الواحد في 4 او طول الحرف في نفسه في 4، او المساحة الجانبية للمكعب ممكن اقول انها بتساوي ايه ميس؟ محيط القاعدة في الارتفاع، لان احنا لما فردنا الاربع جوانب ايه طلع لي كأن هي ايه كزي الايه زي اعطوني شكل المستطيل، وبالتالي المساحة ودي بتمثل لي المساحة الجانبية. وهجيبها ازاي؟ ان انا هجيب محيط القاعدة في الارتفاع، ده برضو قانون بستخدمه في ايجاد المساحة الجانبية للمكعب. يبقى انا هنا لو جيت عطيتك اي مسألة على حسب المعطيات اللي عندك هتبدأ تشتغل باي قانون من الثلاثة دول. يبقى المساحة الجانبية للمكعب بتساوي مساحة الوجه الواحد في 4، او ممكن اقول انها تساوي ايه؟ طول الحرف في نفسه في 4، او محيط القاعدة في الارتفاع. الله ينور. طيب تعالى كده ننتقل، المساحة الكلية للمكعب بتساوي المساحة الجانبية، مش انا اتفقت ان انت معاك كم وجه؟ عندي 4 أوجه جانبية، يعني اللي هي اللي بتديني المساحة الجانبية، زائد عندي احنا قلنا قاعدتين، يبقى زائد مجموع مساحتي القاعدتين. طيب اذا المساحة الكلية للمكعب بتساوي 4 لام تربيع زائد 2 لام تربيع. 4 لام تربيع دي اللي كانت مساحة اللي هي المساحة الجانبية يا ميس، و 2 لام تربيع دي اللي هي مجموع مساحتي القاعدتين، يبقى هيطلع الكلية كلها على بعضها هتساوي 6 لام تربيع. يبقى المساحة الكلية للمكعب بتساوي مساحة الوجه الواحد في 6. مش احنا اتفقنا ان لام تربيع ده اللي هي مساحة الوجه الواحد؟ تمام يا صح كده. يبقى مساحة الوجه الواحد في 6، او تقولها 6 لام تربيع. طيب مساحة الوجه الواحد للمكعب بتساوي ايه؟ قالك بتساوي المساحة الجانبية على 4. يبقى انت لو عايز تحسب مساحة الوجه الواحد هتشوف المساحة الجانبية على 4. طيب او المساحة الكلية على 6، المساحة الكلية على 6، لان انا لسه قايلك دلوقتي المساحة الكلية للمكعب بتساوي 6 لام تربيع صح؟ طيب يبقى انت لو عايز الوجه الواحد بتعمل ايه؟ المساحة الكلية على 6. تمام يا ميس، يعني لو عطيني الجانبية وعايز مساحة الوجه يبقى انا هقول مساحة الوجه بتساوي الجانبية على 4. ولو مديني المساحة الكلية وعايز، طيب لو هنا عطاني بقى المساحة الكلية وعايز مساحة الوجه الواحد يبقى هنقسم على 6. بيقولك هنا مسألة عند دهان سقف وحوائط حجرة على شكل مكعب، او اذا كان لدينا صندوق على شكل مكعب بدون غطاء. واحدة واحدة كده، ايه القانون بتاعي هنا اللي المفروض نستخدمه؟ قالك المساحة الكلية بتساوي ايه؟ هل انت هنا علشان تدهن حجرة هل بتبقى محتاج ان انت تدهن الارضية بتاعت الحجرة؟ لا يا ميس، يعني انا معنى كده ان انا عدد الاوجه هنا هيكونوا 5. اذا المساحة الكلية هتساوي مساحة الوجه الواحد في 5، اي بتساوي 5 لام تربيع. عندك هنا مثال واحد بيقول لي مكعب طول حرفه 10 سنتي، اوجد مساحته الجانبية ومساحته الكلية. طيب نمشيها كده واحدة واحدة مع بعض. ميس عشان اجيب المساحة الجانبية انا عارفة ان المساحة الجانبية للمكعب بتساوي مساحة الوجه الواحد في 4، يبقى انا كده محتاجة وعندي طول الحرف يبقى محتاجة اجيب مساحة الوجه الواحد. واحنا اتفقنا مع بعض ان مساحة الوجه الواحد على شكل ايه؟ مربع. يبقى انا كأني بالظبط بجيب مساحة المربع اللي هي طول الحرف في نفسه، يبقى مساحة الوجه الواحد للمكعب بتساوي طول الحرف في نفسه.
طيب انا مديك طول الحرف بكام؟ بعشرة، يبقى هيساوي 10 في 10 ب 100، 100 سنتيمتر مربع، لان دي مساحة. كده احنا جبنا قيس مساحة الوجه، اقدر اجيب الجانبية والكلية. يبقى هقول الخطوة اللي بعد كده، المساحة الجانبية للمكعب بتساوي مساحة الوجه الواحد في 4. يبقى احنا عندي مساحة الوجه الواحد 100، يبقى 100 في 4 تساوي 400 سنتيمتر مربع. طيب ولو عايزة احسب المساحة الكلية للمكعب، يبقى هجيب مساحة الوجه الواحد في 6، واحنا جبنا مساحة الوجه الواحد 100 في 6 هيساوي 600 سنتيمتر مربع. طيب لو عايزين كده دلوقتي نجيب المساحة الجانبية للمكعب، القانون ايه عندنا؟ مساحة الوجه الواحد يا ميس في 4. طيب وانا عندي مساحة الوجه الواحد، مساحة الوجه الواحد بتساوي 100، يبقى 100 في 4 يبقى هيساوي 400 سنتيمتر مربع، لان دي مساحة. طيب بالنسبة للمساحة الكلية للمكعب، المساحة الكلية للمكعب بتساوي مساحة الوجه الواحد في 6، انا عندي الوجه الواحد ب 100 في 6 يساوي 600 سنتيمتر مربع. تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده، مثال رقم 2، بيقول لك هنا عندي مكعب حجمه 125 سنتيمتر مكعب، اوجد مساحته الجانبية واوجد مساحته الكلية. طيب انا مديالك الحجم وعايزة المساحة الجانبية والكلية، اذا يبقى لازم يبقى عندي مساحة الوجه الواحد. وعشان اجيب مساحة الوجه الواحد يا ميس، انا محتاجة طول الضلع او طول الحرف، ومين اللي هقدر اجيب منه طول الحرف؟ اللي هو الحجم. وانا عارفة ان حجم المكعب بيساوي طول الحرف في نفسه في نفسه، يعني مين اللي ضربته في نفسه خمس ثلاث مرات يدينا 125. يعني انا محتاجة هنفكر كده، هنشوف مين الرقم اللي يتضرب في نفسه ثلاث مرات يديني 125، هلاقي الخمسة، خمسة في خمسة في خمسة تساوي 125. يا ميس، ان احنا ممكن كمان يا ميس ان احنا نحللها على عصاية التحليل، اخد المية خمسة وعشرين واقسمها على الخمسة تديني 25 على الخمسة، فيها الخمسة على الخمسة فيها الواحد، اللي تكرر عندي ثلاث مرات اللي هي الخمسة، اذا طول الحرف هيساوي 5 سنتي. طيب نقدر بعد كده نجيب المساحة الجانبية للمكعب، بتساوي مساحة الوجه الواحد في 4. احنا طيب جبنا طول الحرف يا ميسي، يبقى انا هقدر اجيب مساحة الوجه الواحد هتساوي طول الحرف في نفسه او طول الضلع في نفسه، يبقى هتساوي 5 في 5 هيساوي 25، وانا عايز اجيب المساحة الجانبية، يبقى هاخد ال 25 دي اضربها في 4، يبقى 25 في 4 هتساوي 100 سنتيمتر مربع. طيب لو عايزين نجيب المساحة الكلية للمكعب، اتفقنا مع بعض من القانون مساحة الوجه الواحد في 6، وانا لسه جايبة مساحة الوجه الواحد ب 25، يبقى 25 في 6 هتدي لك الناتج 150 سنتيمتر مربع. تعالى بقى مع بعض نشوف مثال رقم 3، بيقول لك مكعب مجموع اطوال احرفه 108 سنتيمتر، اوجد مساحته الجانبية ومساحته الكلية. يا ميس، حضرتك قلتيلي واكدتيلي ان اهم حاجة عشان اجيب مساحة جانبية او كلية، اهم حاجة يكون عندي ايه؟ مساحة الوجه، وعشان اجيب مساحة الوجه لازم طول الحرف. وانا اتفقت معاك ان المكعب عنده كم حرف؟ 12 حرف يا ميس. يبقى انا هنا لو عايزة اجيب طول الحرف الواحد، يبقى مجموع اطوال الاحرف على 12، مجموع اطوال الاحرف عندي بكام؟ ب108 على 12 هنقسمها يا ميس في الهامش، هيطلع طول الحرف عندي ب9 سنتي. طيب يبقى كده اقدر اجيب دلوقتي مساحة الوجه الواحد، صح؟ أيوة. طيب مساحة الوجه الواحد تساوي ايه؟ طول الحرف في نفسه، طول الحرف 9 في 9 ب 81 سنتيمتر مربع. طيب لو عايزة اجيب المساحة الجانبية للمكعب، مساحة الوجه الواحد في 4، يبقى هيساوي المساحة جبناها ب 81 في 4 هضربها هتطلع 324 سنتيمتر مربع. جميلة سنة 6. طب لو عايز تجيب المساحة الكلية للمكعب، مساحة الوجه الواحد في 6، يبقى هيساوي احنا قلنا ان مساحة الوجه الواحد 81 في 6 هنضربها هتطلع 486 سنتيمتر مربع. عندنا بعد كده مثال رقم 4، بيقول لك مكعب مساحته الكلية 216 سنتيمتر مربع، اوجد رقم 1 عايز مساحة الوجه الواحد، ورقم 2 عايز مساحة المساحة الجانبية. يبقى هنا مديك المساحة الكلية وعايز مساحة الوجه الواحد وعايز المساحة الجانبية. عشان اجيب يا ميس مساحة الوجه الواحد وهو عطيني المساحة الكلية، يبقى هقول ايه؟ المساحة الكلية على 6. تمام، وعندي المساحة الكلية 216 على 6 هقسمها في الهامش، هيطلع مساحة الوجه الواحد ب 36 سنتيمتر مربع.
طيب عايزين بعد كده نجيب المساحة الجانبية للمكعب بتساوي مساحة الوجه الواحد في 4، وانت لسه دلوقتي جايب مساحة الوجه الواحد ب36، يبقى 36 في 4 تديك 144 سنتيمتر مربع. مثال رقم 5، بص معايا في مثال 5 كده سنة 6 بيقول لي ايه، مكعب مساحته الجانبية 48 متر مربع. اوجد رقم 1 مساحة الوجه الواحد، 2 المساحة الكلية للمكعب، 3 النسبة بين المساحة الجانبية والكلية. طيب يا ميس، هنا مديني المساحة الجانبية، يبقى اتفقنا عشان اجيب مساحة الوجه الواحد بشوف المساحة الجانبية واقسمها على 4، يبقى هنا عندي 48 على 4 هتديني 12 متر مربع، عشان هنا مديني المساحة بالمتر، يبقى هنا عندي المساحة الجانبية 48 متر، يبقى انا لازم اطلع برضو الناتج بتاع مساحة الوجه بايه، بالمتر المربع. طيب يبقى انا كده خلاص جبت مساحة الوجه الواحد، اقدر منها اجيب المساحة الكلية. أيوة يا ميس، أنا عارفة أن المساحة الكلية للمكعب بتساوي مساحة الوجه الواحد في 6، وإحنا جبنا مع بعض دلوقتي حضرتك قلت لي أن مساحة الوجه الواحد بتساوي طلعت ب12 في 6، يبقى بتساوي 72 متر مربع. طيب تالت مطلوب عندي، عايز النسبة بين المساحة الجانبية والكلية، يبقى أخدها كده على الترتيب، الحد الأول عندك هنا هيبقى المساحة الجانبية للمكعب إلى الحد التاني اللي هو المساحة الكلية للمكعب. المساحة الجانبية للمكعب أنت لسه جايبها بكام؟ عطيلك في المسألة عطيهالي ب48، وإحنا جبنا الكلية ب72، هبسط الكسر ده إلى أن أصل لأبسط صورة. بعد التبسيط هايه هتوصل لإيه النسبة عندي؟ 2 على 3 اللي هي ممكن نحطها في صورة نسبة 2 إلى 3. تمام ميس، ولو احنا برضو جربنا كده مساحة جانبية وكلية في الأمثلة اللي فاتت وقسمنا أو جبنا النسبة بين المساحة الجانبية للمكعب والمساحة الكلية، هلاقي ان النسبة بين المساحة الجانبية للمكعب والمساحة الكلية طلعت نسبة ثابتة 2 إلى 3، زي ما خدنا قبل كده النسب الثابتة في الترم الأولاني. يبقى إذن النسبة بين المساحة الجانبية للمكعب إلى المساحة الكلية للمكعب هتساوي إيه؟ 2 إلى 3، وهذه نسبة إيه؟ ثابتة. ثابتة، تمام. بيقولك هنا ملحوظة، خلي بالك بيقولك بصفة عامة النسبة بين مساحة الوجه الواحد إلى المساحة الجانبية للمكعب. شوف كده أنت لو جيت فرضت معايا أن المساحة الوجه الواحد، افرض أن هي مثلا إيه؟ بلام، لام دي تساوي 1، ماشي كده. طيب لو عايز تجيب المساحة الجانبية يبقى هتساوي 4 لام. هختصر يا ميس، اللام هتبقى مع اللام، يبقى هنا ايه في الجانب الايمن كده او الحد الاول هيبقى فيه 1، الحد التاني هيبقى فيه 4، يعني هتطلع 1 الى 4. وممكن يا ميس اقولها بشكل تاني، لام تربيع على 4 لام تربيع، يبقى انت هنا فرضت المساحة لام تربيع. طيب والمساحة الجانبية للمكعب 4 لام تربيع، يبقى هنا انت هنا عندك لو هنختصر كده هتلاقي النسبة طلعت كام؟ 1 على 4، ممكن نكتبها في صورة 1 الى 4. تمام. وميس يا ميس، لو احنا قلنا مساحة الوجه الواحد وانا عارفة ان المساحة الجانبية للمكعب بتساوي مساحة الوجه الواحد في 4، يبقى انا هنا ايه هقسم على مساحة كلمة مساحة الوجه الواحد مع مساحة الوجه الواحد، وهيطلع لي هنا ايه 1 برضو الى 4، يبقى دي برضو من النسب الثابتة عندك، مساحة الوجه الواحد إلى المساحة الجانبية للمكعب 1 إلى 4. طب لو قلت لك المساحة الجانبية للمكعب إلى مساحة الوجه الواحد هتبقى 4 إلى 1. مساحة، عايزين برضو نشوف النسبة بين مساحة الوجه الواحد إلى المساحة الكلية، نفس الفكرة سنة 6، ممكن أخدها كده بشكل بسيط، مساحة الوجه الواحد تنزل عندي إلى المساحة الكلية اللي هي مساحة الوجه الواحد في 6، هختصر على مساحة الوجه الواحد هيطلع لي إيه 1 إلى 6، أو ممكن إن أنا أجيبها بطريقة الإيه اللي هي اللام تربيع، مساحة الوجه الواحد بلام تربيع إلى أو على مساحة الإيه المساحة الكلية اللي هي ب6 لام تربيع، هختصر البسط والمقام على لام تربيع هيطلع لي برضو إيه 1 على 6 اللي هي بتساوي 1 إلى 6، ممكن بأي شكل كان توصل إلى هذه النسبة الإيه الثابتة. طيب لو قالك المساحة الجانبية للمكعب إلى المساحة الكلية للمكعب،
انت عارف ان المساحة الكلية الجانبية للمكعب تساوي ايه؟ مساحة الوجه الواحد في 4، او اللي هي ممكن نقولها 4 لام تربيع. ماشي، طب 4. المساحة الكلية للمكعب اللي هي 6 لام تربيع، مساحة الوجه الواحد في 6 اللي هي 6 لام تربيع. يبقى هنا عندك 4 لام تربيع على 6 لام تربيع، لام تربيع دي هضيعها مع لام تربيع، وهنا هختصر عشان اوصل لابسط صورة. الاربعة والستة اعداد زوجية تقبل الاسم على الاثنين، 4 على 2 فيها الاثنين، 6 على 2 فيها التلاتة. يبقى وصلت للنسبة الثابتة اللي كنت لسه مستنتجاها معاك في المثال اللي فات، اللي هي كانت كام؟ 2 إلى 3. 2 إلى 3، الله ينور. يبقى انت هنا تاني كده نراجعهم مع بعض. لو قلت لك مساحة الوجه الواحد الى المساحة الجانبية للمكعب، يبقى 1 إلى 4. طب مساحة الوجه الواحد الى المساحة الكلية للمكعب، 1 إلى 6. طب المساحة الجانبية للمكعب الى المساحة الكلية للمكعب، 2 إلى 3. طيب جمعنا دلوقتي يا سنة ستة مع سؤال الطالب. تعالى كده مع بعض نشوف السؤال الأول بيقول لنا إيه. أجب: إذا كانت مساحة أحد أوجه مكعب 49 سنتيمتر مربع، أوجد 1 طول حرفه، 2 مساحته الجانبية، 3 مساحته الكلية. وأنا مستنية إجاباتكم في تعليقاتكم أسفل الفيديو يا سنة ستة. تعالى نستكمل مع بعض الأمثلة. عندي هنا مثال رقم 6 بيقول لك مكعب بدون غطاء طول حرفه 10 سنتي، اوجد مساحته الكلية. ميس، طالما ان هو مكعب بدون غطاء يبقى هنا في الحالة دي يبقى عندي كده ايه 5 اوجه. عايزين نجيب بقى المساحة الكلية، يبقى انا محتاجة وعندي طول الحرف اجيب الاول مساحة الوجه الواحد هيساوي طول الحرف في نفسه 10 في 10 هيساوي 100 سنتيمتر مربع. تمام، بنأكد على القانون تاني ان المساحة الكلية، اخلي بالي ان هو بدون غطاء، اي اللي هي ايه المساحة الكلية هتساوي مساحة الوجه الواحد في 5. طيب مساحة الوجه الواحد اللي هي طول الحرف في نفسه 10 في 10 ب100 في 5 هيساوي كام؟ 500 سنتيمتر مربع. احسنتي. تعالى ننتقل بعد كده المثال رقم 7 بيقول لك مكعب مجموع ابعاده الثلاثة 18 سنتي، اوجد مساحة الوجه الواحد. طيب تعالى كده بص معايا، هو مدي لك مجموع ابعاده الثلاثة، اقدر اجيب طول الضلع؟ ايوة يا ميس، هقدر اجيب طول الضلع اللي هو هيساوي ايه؟ 18 على 3 هيساوي 6 سنتي. انا يبقى كده انا جبت طول الضلع، اقدر اجيب مساحة الوجه الواحد؟ ايوه، طول الضلع في نفسه يبقى هيساوي 6 في 6 بيساوي 36 سنتيمتر مربع. ننتقل لمثال رقم 8 بيقول لك هنا اذا كان طول حرف مكعب بيساوي طول ضلع مثلث متساوي الاضلاع محيطه 21 سنتي، اوجد مساحته الكلية. يلا بينا نستكمل مثال رقم 8 بيقول لك اذا كان طول حرف مكعب بيساوي طول ضلع مثلث متساوي الاضلاع محيطه 21 سنتي، اوجد مساحته الكلية. ميس، عشان اجيب المساحة الكلية لازم يكون عندي مساحة الوجه الواحد. طبعا عشان اجيب مساحة الوجه الواحد لازم يكون عندي طول الحرف. هو ايه اللي طول حرف المكعب بيساوي طول ضلع مثلث متساوي الاضلاع، واعطيني محيط هذا المثلث، وهذا المثلث متساوي الاضلاع، اقدر ان انا اجيب طول الضلع من المحيط، ان انا هقسم المحيط على 3 وهقول طول الحرف اللي هو طول الضلع بيساوي المحيط على 3، 21 على 3 هيساوي 7 سنتي. اذا طول الحرف عندي طلع ب 7 سنتي. اقدر اجيب المساحة الكلية اللي هي بتساوي مساحة الوجه الواحد في 6. طيب انا مساحة الوجه الواحد هضرب ايه طول الحرف في نفسه في 6، يبقى عندي هنا 7 في 7 تساوي 49، 49 في 6 تدي لك الناتج بتاعك 294 سنتيمتر مربع. احسنتي. يلا بينا سنة ستة، عندنا سؤال دلوقتي. يلا بينا كده مع بعض السؤال التاني بيقول لك ايه. السؤال بيقول لي اجب اذا كان حجم مكعب 1 ديسيمتر مكعب، اوجد 1 مساحته الجانبية عايزها طبعا بالسنتيمتر مربع، 2 مساحته الكلية بس عايزها بالمليمتر مربع، وطبعا يلا بينا كده سنة ستة دلوقتي معانا سؤال للطالب. عندنا السؤال التاني، تعالوا نشوف مع بعض بيقول ايه.
أجب إذا كان حجم مكعب 1 ديسيمتر مكعب أوجد رقم 1 مساحته الجانبية بالسنتيمتر المربع، رقم 2 مساحته الكلية بالمليمتر المربع. وطبعا أنا مستنية إجاباتكم في التعليقات أسفل الفيديو يا سنة 6، أنا عارفة أن كلكم شاطرين وهتجاوبوا. يلا بينا مع بعض نشوف مثال رقم 9. بيقول لي حجرة على شكل مكعب طول حرفه 3.5 متر، يراد طلاء سقف وجدران الحجرة، فإذا كانت تكلفة المتر المربع 25 جنيها، احسب التكلفة الكلية لطلاء هذه الحجرة. بما انها حجرة يميس طبعا هي على شكل مكعب وعايزين نطليها، يعني هندهن السقف والجدران. طبعا الحجرة احنا بندهن الجدران الحجرة والسقف، لا طبعا لا نقوم بدهان الأرضية طبعا. تمام. طيب انا دلوقتي عايزين التكلفة الكلية للطلاء، يعني انا محتاجة اجيب مساحة هذه الحجرة اللي على شكل مكعب دي، يبقى انا كأني هجيب مساحة مكعب، بس في هذه الحالة طبعا مساحة كلية، بس في هذه الحالة المساحة الكلية هتساوي مساحة الوجه 1 في 5، يبقى المساحة الكلية طبعا هنا كأني هعتبرها كأنها علبة بدون غطاء. تمام. يبقى هتساوي مساحة الوجه 1 في 5. طيب يلا بينا نجيب مساحة الوجه الواحد وهو عطيني طول الحرف، يبقى مساحة الوجه الواحد هتساوي ايه؟ 3.5 في 3.5 هيطلع لي هنا عندك الناتج، هتضربه في 5 عشان يديك المساحة الكلية تساوي 25.61 جزء من 100 متر مربع. تمام. بعد كده طبعا احنا جبنا المساحة الكلية للحجرة اللي هي مساحة الوجه في 5. تمام. عايزين بقى نجيب التكلفة. احنا الامطار طلعت عندي 25 متر مربع 61 من 100، تكلفة المتر المربع الواحد ب25 جنيه، وانا عندي 25 متر و61 من 100، يبقى عشان اجيب التكلفة هعمل ايه؟ هضرب يا ميس هنا عندي عدد الامطار اللي هي محتاجة للدهان اللي هي 25 و61 من 100 في تكلفة المتر الواحد اللي هي 25 جنيها، يبقى التكلفة عندي هنا 61.25 هتديني الناتج 1531.25 جزء من 100 جنيه. ايوه يلا بينا سنة 6. يلا بينا كده سنة 6 مع بعض نشوف مثال رقم 9. بيقول لي هنا حجرة على شكل مكعب طول حرفه 3.5 متر، يراد طلاء سقف وجدران الحجرة، فإذا كانت تكلفة المتر المربع 25 جنيها، احسب التكلفة الكلية لطلاء هذه الحجرة. طبعا انت هنا عندك الحجرة المراد طلاءها، حاطط لي دلوقتي السقف والجدران صح؟ يبقى أيوة انت هنا مش حاطط لي الأرضية بتاعة الحجرة. تمام. يبقى انا يا ميس هتعامل مع الحجره اللي على شكل مكعب دي كانها هعتبرها زي المثال بتاع اللي هي العلبه بدون غطاء او الصندوق بدون على شكل مكعب بدون غطاء، يبقى المساحه الكليه اللي هي هنعتبرها ان هي بدون غطاء هتساوي مساحه الوجه الواحد في 5. تمام. طب انا عشان اجيب مساحه الوجه الواحد يبقى هجيب كانها مساحه مربع اللي هو عطيني طول حرفه ب 3.5، يبقى هقول 3.5 في 3.5 في 5، هضربها في الهامش هيطلع المساحة الكلية للحجرة هتساوي 61.25 من 100 متر مربع. طيب دلوقتي انا دي كده المساحة او المساحة اللي انا هطليها. تمام. طب انا دلوقتي المساحة دي طلعت ب 61.25 من 100 متر مربع، تكلفة المتر المربع الواحد بتكون 25 جنيه، يبقى انا عشان اجيب تكلفة الكلية لطلاء هذه الحجرة يبقى هضرب 61.25 من 100 في 25، هضربها يا ولاد في الهامش هتطلع بكام؟ 1531.25 جنيها. عندنا مثال رقم 10. بيقول لي قطعة من الورق المقوى المستطيلة الشكل طولها 160 سنتي وعرضها 8.1 متر. ده انا يميس هنا عندي وحدات مختلفة، يبقى انا هحول. تمام. صنعت منها علبة مكعبة الشكل طول ضلعها 4.1 متر، احسب مساحة الورق المتبقي بعد صناعة العلبة. يبقى انت كده جبت قطعة من الورق المقوى مستطيلة الشكل، عملت منها علبة مكعبة. تمام كده.
طيب اتبقى جزء من الورق عايز يحسب مساحة الوجه المتبقي ده بعد صناعة العلبة. يعني عايزين نجيب مساحة الورق المتبقي بعد صناعة العلبة. يبقى أنا لازم الأول أحسب مساحة قطعة الورق اللي عندي. أنا ولازم أحسب برضو مساحة إيه؟ المكعب يا ميسي. يبقى أنا محتاجة العلبة. أول خطوة أجيب مساحة مستطيل أو مساحة قطعة الإيه ورق الكرتون دي اللي هي على شكل مستطيل. طبعا هو عطيني الأبعاد اللي هو إيه بالسنتي وبالمتر. يبقى أنا محتاجة إيه أحول. طيب. يبقى انت هنا اول حاجة زي ما قلنا عشان ترتب افكارك كده مساحة الورق المتبقي اللي هي بتساوي ايه مساحة قطعة الورق اللي هي على شكل مستطيل ناقص مساحة العلبة اللي على شكل مكعب اللي هي المساحة الكلية للمكعب. تعالى اول خطوة معانا اتفقنا اللي هي التحويل. ماشي هنجيب مساحة المستطيل اللي هي بيساوي الطول في العرض. تمام. طيب ال 160 سنتي دي لو عايز تحولها لمتر يبقى انا هقسم على 100 يبقى هتطلع ب 1.6 من 10 متر في او بعد ما تعالى كده سنثبت مع بعض نشوف مثال رقم 10 بيقول لك قطعه من الورق المقوى المستطيله الشكل طولها 160 سنتي وعرضها 8 من 10 متر. طبعا عندك وحدات مختلفه يعني انت هتحول. صنعت منها علبة مكعبة الشكل طول ضلعها 4 من 10 متر. احسب مساحة الورق المتبقي بعد صناعة العلبة. يعني انا يميس هنا جبت كده قطعة من الورق المقوى مستطيلة تمام ومديني ابعادها. صنعت منها عملت منها علبة مكعبة الشكل طبعا اتبقى عندي ايه شوية من الورق المقوى عايز مساحة الورق المتبقي ده بعد ما صنعت العلبة. يبقى انت هنا هتعمل ايه لازم تكون عارف ايه. يبقى اول حاجة يا ميس هجيب مساحة قطعة الورق الكرتون اللي هي عبارة عن مستطيل يعني كأنها هجيب مساحة المستطيل وبعد كده هجيب مساحة العلبة اللي هي المكعبة يعني هجيب مساحة المكعب وهطرح مساحة قطعة الورق الكرتون دي اللي هي المستطيل ناقص مساحة المكعب اللي هي عبارة عن العلبة واللي هيتبقى يبقى هو ده ايه مساحة الورق المتبقي. يبقى مساحة الورق المتبقي اجيبها ازاي؟ لازم يكون عندي مساحة قطعة الورق اللي هي على شكل مستطيل ناقص مساحة العلبة اللي هي المساحة الكلية للمكعب. طيب تعالى كده فكرني مساحة المستطيل كانت بتتجاب ازاي؟ مساحة المستطيل يا ميس اللي احنا هن ايه الطول في العرض وهو عشهولي وبعد كده هنجيب مساحة العلبة اللي هي المساحة الكلية للعلبة اللي على شكل مكعب دي يبقى هتساوي مساحة الوجه الواحد في 6. وخلي بالك ان انت هنا عندك الطول 160 سنتي والعرض 8 من 10 متر صح؟ يبقى انت لازم تحول لي الاول الطول ده للمتر. طيب 160 سنتي عايز احولها المتر هقسم على كام؟ هقسم على 100 يا ميس يعني هتساوي 1.6 من 10 متر. يبقى اصبح عندك الطول 1.6 من 10 متر والعرض 8 من 10 متر. يبقى هجيب مساحة المستطيل اللي هي مساحة قطعة الورق الكرتون دي هتساوي 1.6 من 10 في 8 من 10 ناقص مساحة ايه المساحة الكلية للمكعب اللي هي مساحة الوجه الواحد في 6. عطيني يا ميس طول الضلع ب 4 من 10 متر. يبقى هضرب ال 4 من 10 متر دي في 4 من 10 متر اللي هي طول الضلع في نفسه في 6. هنعمل هذه العمليات الحسابية 1.6 من 10 في 8 من 10 هتطلع بواحد صحيح و 28 من 100 ناقص اللي هي ايه مساحة العلبة هتطلع ب 96 من 100 تمام. طبعا هي موزونة هطلع الناتج هيطلع عندي 32 من 100 متر مربع. عايز احولها للسنتيمتر المربع. طبعا متر مربع للسنتيمتر مربع طبعا يا ولاد هنضرب في كام؟ في 10,000. انا عارفة ان من المتر للسنتي بضرب في 100. طب متر مربع يبقى هضرب في كام؟ في 10,000. اضرب في 10,000 ايه العلامة تنط ناحية اليمين 4 نطات يبقى هتطلع 3200 سنتيمتر مربع. يلا بينا سنة 6. معانا دلوقتي معادنا مع سؤال الطالب. يلا بينا نشوف السؤال الثالث. بيقول لك هنا اجب مكعب محيط احد اوجهه 36 سنتي اوجد رقم 1 المساحة الجانبية رقم 2 المساحة الكلية. ما تنساش سنة 6 تجاوب هذا السؤال مع الاسئلة السابقة في الكومنتات اسفل الفيديو. ويلا بينا نستكمل.
الأمثلة بتاعتنا، وصلنا للمثال رقم 11 وبيقول لك هنا مكعب محيط أحد أوجهه 36 سنتيمتر، أوجد المساحة الجانبية والمساحة الكلية. تعطيني المحيط يا ميس وعايز المساحة الجانبية، محيط أحد أوجه هذا المكعب. احنا طبعا بنركز على طول الضلع عشان أقدر أجيب مساحة الوجه الواحد. طول الضلع وهو عطيني المحيط احد الاوجه، انا عارفه ان كل اوجه المكعب على شكل مربع. طب انا عشان عندي محيط كده الوجه الواحد، يبقى انا ايه عشان اجيب منه طول الضلع هقسم المحيط ده على 4، يبقى هقول طول الضلع او طول الحرف بيساوي محيط القاعده على 4 اللي هي ايه 36 على 4 تديني 9 سنتي. وصلنا لطول الحرف اقدر اجيب مساحه الوجه الواحد، او نجيب المساحه الجانبيه ونقول مساحه الوجه الواحد في 4 يعني، او طول الحرف في نفسه في 4، 9 في 9 في 4 81 في 4 يبقى هتساوي 324 سنتيمتر مربع. طيب عايز اجيب المساحه الكليه للمكعب، يبقى هنقول مساحه الوجه الواحد في 6، واحنا قلنا ان مساحه الوجه الواحد 81 او 9 في 9 في 6، هنضربها هيطلع الناتج ب 486 سنتيمتر مربع. وبكده يا اولاد وبكده يا سنه 6 نكون خلصنا درسنا النهارده، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.